أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، آمين. ربنا أعن ويسر وبارك فيه، ولا تعسر، ولا حول ولا قوة إلا بك، آمين. وبعد، بياري خواي تعالى لجلسة دوستو كنجاو كنجمي لتدريس كتابي الفقه المنهجي جلدي دوم لفري دوستو حفتا وحفتم لسر كتابي فرائز بن جيشين موانع الإرث، بحث شروط إرث وأسباب إرث كرد اسم موانع إرث، يعني مانع جوسك، تعريف المانع، المانع في اللغة الحائل، مانع للغتها حائل، حائل يعني اشتيك بين اشتيك وشتيك ترقرار بقري ديوار ام ديوار حائلي امو بيرونه، بس هرشتي لبين اشتيك وشتيك تر حائل بيت، يعني لو ما بين قرار بقريتو نيلي متصل بن بيكا نيلي بيكو ارتباطي كان بي حائلة. اصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مانع وسه هر كبو اتر عدم، مانعي هر حكمي، مانعي هر شتي شتيك ولا شرع في وتر مانعي حكمي. مثلا الان مانعي تكفير كبرا عذري هز جهلي هز تاويلي هز او مانع ابوت كبرا تكفير ناكري، اها يلزم من وجوده العدم، مانعي قبول نويش، مانعي دراسك نويشك قبول ناكا، مانعي قبولي روجو هرشي. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. بلام لنبونك وجود يا عدم لذاتي خدي مانعك سائل نابت، فاز مانع بحسي بونكيك ما يلزم من وجوده العدم، ولكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. لازمناك اقح مانعك نبو حتما حكمك اجنبي يا حتما ببي اكري ببي اكري نجبي، بس تبا مسائل ترى اوكي لذاته شي بحث كردوا ازمان كرد وكو لبحثي نكان ذكر يمكن مثلا الان فرزك نفرك بابي قاتلي كركي خويتي كالاب القاتلي لرا ام باوكيتيه مانعيشيه مانعي قصاصه والله بني مرتد بو سولو لو ارتداده، اذا ارتد مثلا كاتك كابراي كشتوي يسمى مرتد يجبو سو دواي كشتني كركي لو أسناء مرتدي جبوسو اتلي راء كجري كشتناكي لبر چي لبر قصاصك نيه لبر مرتد بونا وكي حالي بو، فس مانعي كشتن بو والله مسببي كيتر هاتا موجود كي بعزي بي أو بو كجري. مثالي ذكر كده لكتبه كتانا مثال جوان تراها، مثاله الرق، نكس رق بردايتي بردقي، فإنه يلزم من وجوده في الشخص عدم الإرث. هبوني رق بردايتي لكسيكا تشيلي لازم أبيت، لازم أبيلي، لازم أبيلي كإتر كابرا إرسي في نقيت. بلام ولا يلزم من عدمه وجود الإرث ولا عدمه، بلام لنبوني بردقي نوجود إرث لازم أبيت نعدمك إيسا نفري بردنية يكتب بيجي شو مانعي مانعي رقي تيانية حتما ارسي في قلنا شاد حد مسألة كتير مانعي كتير تيابي اوه يعني مانع اواز وان باشتر سادتا بيجي مانع بو نبون شرطي كافية ما دائم بحثك اللي ذاتي هي بي بلان بو اوي كشتك ببي ها وجودي مانع، وجودي مانع بو نبوني حكمك شرطي كافي بشرطي بحثي لذاته بك، والله من نبوني مانع شرطي كافي نية نبونك شرطي لازم هذا ولي كافي نية أكري موانعي كتر ببني يلن كشتك بيت وجود أما مانعي سوجودي نية ولي مانعي كتر موجودة نايل أو حكم بيت دي وهكذا. فز موانع شروط أو أسباب نيك دانا، وموانع الإرث ثلاثة، موانع إرث سيدانا لا شريعتك بحث كراو. الأول الرق يا بردايتي كيلرا، وهو بكل أنواعه بردايتي بهمو أنواع كاني
وهو تعريف رقيا برداتي من بوكا هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. رقيا برداتي عجزك حكمية يعني حكمان أمبيا ولا حكمي كابرايك عاجز قرار أجري حكمان أم شخص لحكمي كسي قرار أجري كنوعي عجزك هات ياك ناتواني تملكي شتيب كابو خوي ناتواني نوع أعزاديك ببيت البتة تلا سر أما صوباس هي في سبر ده بوشي بردا أجيري بوشي ناجيري أو مسألة كبرحال تفاصيل يسو إراد جيغاينية هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. سبب بردقية كتشيبو أجر كافر بي أجري ببرده مسلمان ببرده ناقيري يعني شي مسلمان ببرده ناقيري يعني أجر فرس كجنغي رويدا موضوعها تبرو كابرايك مسلمان بو بأسيريتو ناتواني بيكي ببرده ولي أجر كافر بو تبرده تم بحثي سأمروني أمرو هر أصعب مسألة تقريبا منتفية ونكتيك إشتن لراع عرسكم دار خودي برده قرتن نواجبه نمستحبه لأصلي حكمك يا جواز جواز جائز بونه مسألة جوازي ببي شرائط وظروف تغييرك جائز ما نزل شرائط كاويت حرام لشرائط كاويت ممكن واجب همي بوي أو خلقنا آقاها وتنقشت ولا ديني إسلام كواعزاني مسألة بردقية كي لمسائل أصول دينه لم دوري ما بيني من حركتي كي ساخت شدي دسي كافران وكو داعش هاتو أو بلواي خاص كلا ولاتي إراق وسوريا وجناني يزيدي وإزادي وشي بقرتني بكنزو أو همو بوبختي دروس كربو مسلمانا أمنا آقاهن خو أم مسألة واجب نية خو أم مسألة مستحب نية مسألة كاللكاتي خويا جائز بوا شرائط وظروف زمان كاريكي بيكا حراميكا وكو أمرو علام باورناكم علمائك واقعا فقهاء بن وعقاها دار بن لشريعة إخوة حيث كاميان بيجي والله أمرو برده بقرأ وإن جائزة شو بابا توك برده أقري توك الزربة أدي لو قومه وقومه جو زربة دأكالته تو أولا جاري توانت هز برقيري لو اشتانبكي توانت هز ناموسك يخود بباريزي ناموسي مسلماناني تر بباريزي كلا برد إنا حاليبوني تو تجاوزيان بي بكري دفع المفاسدي مقدم على جلب المصالحي يعني دوما مفسديك يقوله هذا مسألة كيتي أصلا أمره باسي هر نماوة باسي نماوة يعني شي خوي منا يجين لشرعات حرام ونية لأصلا نعم مسألة بو بفي ظروف زمان وشرعات بو إيسا كافريك ببرده قيريا بس سببي كفر بونا كيتي عجلك سببك كفره أو برده دعاي بو بمسلمان أي واجب حتما أزاديك واجبني أزادي بك ولي دواتر شريعة أو عنده طريق دانياقه كحر أكويت بري أزادي بو لطريقي كفارات ولا طريقي نازانم تشفيقايك كرا ولا طريق او طريقي كدان رياقة حالي نتجدنا وسطو بني بعض المدتا بردين عميني لولاد الإسلامي وامرو او جنايتك لبلادي خليجية اكري كابرا رواكا نشك لأوروبا اسيني جامع بردس هو حرامي صبر صدر شون بردل لجنگ اقيري حالي بي بردل لجنگ اقيري او شرائط خاصي خوي شي بوكي سامن نماواتر شتيكي جواز برحال عجزيكي حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر ولا ترقائكي شاب برد لأصلا قيرا ولا شريعة إسلاما لجنقا بل يتدواتر لبازارا فروشرا وإلى آخر وبعد بو تبعي أصلك بو وهو مانع من الجانبين أما مانعك لجانبين يعني شي مانع لجانبين يعني مثلا ولا كوتمان إرسي يكتر فسك فقد معتق إرس أواه أما كم مانع على جانبين يعني نأرسي لي أبريت نأرسي لي أبريت نأوي توارسك شو والله أرسي لي نأبريت شون خوي هيج ملكي كينية تأرسي لي ببري خوي ملكي كسي ترى برده حالي بوي برده خوي تملكي هيج كينية حقي تملكيني خوي ملكي كسي ترى فاز أرسي لي نأبري بل حتى خوي بأرز أبريت خوي جزي تركس تركس حالي بوي وناتواني وارسيج بيت ناكري وارسيج بيت بس مانع من الجانبين فالرقيق لا يرث لأنه لو ورث لكان ما يرثه لسيده فاز برده إرسي بي ناقي شون أجر إرسي بي بقيت وإرس ببالك سيكيتر إرسك أجيبكي بسيدك الحقيقة يعني أروا مالي كسيك أروا تمالي فرديك بيقان أو كسا وهو أجنبي من المورث وسيدي الحقيقة أجنبي بيقان لمورث مورث أو كسيك مالكي لبأس أبريت
ولا يورسو أتواني بيجي ولا يورسو هردو ولا يورسو بعنواني وارسي يعني لا يجعلوا مورسا يورس منه بعنواني وارس دانان ريت بشي عفوا بعنواني مورس دانان ريت كإرسي شي ليه ببريت شون حيث شكينيه لأنه لا ملك له شونك حيث ملكي كينيه حالي بوي دو حالة دو يك خوي اگر مرد كز إرسي ليه ناوا يعني چي أصلا ملكيتي هي چي كي نيه كإرسي ليه ببي أما حالتي دو مكس حالتي أولاكي كام أبو اگر کسی مرد مثلا کره کی بوده کسی کاره کی بوده لشونه کافر است که ماموی کی مرد و هیچ کسی نیه وارسی بید. ام برده برازایتی. از نگی بن برده. بو نگی. چون که ام برده بگی بن برده. او اتینی سیده کی. او کسی مستقیم چوب تبخالی سیده کی. پس نه ارسی ل ابریت و نه خویشی ویت کسی که ارز ل کسی بوده. لانو لا ملک له بل هو و ما معه ملك لسيده بل هم خوي هم أويواتك يا ملكي سيدك ايتي وما اتفاقي لسره مرد ارسي لي نابريه تناويته وارسيج خب بلان برديك ما نسبيجن مبعض يعني شي غير ان المبعض وهو ما بعضه حر وبعضه رقيق فانه يورث عنه ما ملكه ببعضه الحر ويكون لورثته بلان بردي مبعض بردي مبعض اسمه يجي مثلا مال شجدانجه ماشين شجدانجه نيوي او برده ازاد كرياجه كبرياتو سيتي من فول نيوي ادم ازاد من ريخو او نيوا ازاد كرياوي يعني او مالك باو نيوا ازاد كرياوي بدسي هاوردو بحالته كان نيوا ازاد بو تاريخه بيجي شتي كسب كابوخي او مالي خويتي او چون چی بنیوی که آزاد شده خوی گرتیوی غیر ان المبعض و ما بعضه حر و هو ما بعضه حر و بعضه رقیق فانه یورث عنه ما ملکه ببعضه الحر و یکون لورثته او ایکوا ببعض حرکی بدسی هاوردو او اتر بعنوان ملکی خویتیو بوارسین اگیتو او قیناک ولی غیر او کابرا ارسیلی نابریتو ناويتا وارسج مانع دوم الثاني القتل قتل منزول لراتشيه يكيك بيد مورثكي خوي بكجي فانا بالخوا اها او جريان اللي شمالا رويدا خوا رحمان بيبكا كراكا تشوبو مال بابي و دايكي و باواي و حتى كنشكي بيشاريشكي ميوانيان بكشتوي لابرا ما بو مالداريكي زور بو بابي وتبوي برفقكي بيبا بروين اين كجينو برج ميراسكي اقيب ايما اما كسي بكجي بوزو بمريتو ميراسكي بقابي باجماع زانايان قاتل ارسل او مورث مقتول ارسناوات القتل فلا يرث القاتل من المقتول شيئا قاتل لمقتول حجيك ارسناوات سواء قتله عمدا او خطأ يكسان بعمدي كشتبتي يا خطا او كوا بعمدي بيد او اجماعي لسره فاجماعي زانايان كسيك وكسيك تربك جي عمدي بكوجيت او ارسلي نوات او اجماعي لسره اما خطا كيشي مثلا كابرا لما لا دانشتون يكرته تفنجي كي لدسايه خليك باك يا كاتو يا شي في شكك لي درجه دا قال خوانا خواسه كسيك امريت اما خطا يا بماشين نزاني وان نو ماشينك حركتك أم مقصرة دقة لشتاء مقصرة كسي لفالي دسي على كسو كاري خوي أمري أما قتلي خطأي في جنتر أم مقصر بو خو عمدا نيكوش أما أنا شي لبحسي خطأ للي جمهوري زانايان أما أم يشهر إرسي لناوات كما سمي مامي شافعي ما سمي مالكيو حنبليش أما حنفيا كان فرميانا أما إرسي لأوات لما سلي قتلي خطأ دا بوشي جمهور أميان دانياقه من باب سد ذرائع يعني بتوي أنا أجي إما بينه بيجين قاتلي خطأي إرس أوات نتيجة أنا بيت الذريعة بو كابرايك بجورك حيلة دروس كا ها كابرا بوك جد دعي بيجي ختام كرت نتيجة إرسك أبوي أمس ذريعة وسر بيغمبر يجي عليه الصلاة والسلام بمطلق فرميتي لا يرث القاتل شيئا بمطلق فرميتي قاتل هي شيء بإرز نوات نتيجة أنا إجن إما
اما انك اجرين اطلاقك اجرينو عمدو غير عمد يكسانا للامانا اما اجهاتو كسي مورثكي خوي لبر قصاص كشت يعني لبر حدك اما شي اما يا الدفاع لنفسي خوي اما للاي جمهوري علماء ارث اوات خلافا للشافعيه والله ما سبي ما مش عارف يجن حتى امي جرزناوا تيجي يعني مثلا كبرا قصاصك يعني اما فرس كبرا تبي قصاصك يا هاتو براكي خنجري بوك شاته ديكا بيكوجي امي دفاعك ديكر كشتي مثلا امي جه اما للاي جمهور ارسي لي اوا ولا لما سبي ما مش عارف اي اما ارسي لينا ما بازا امشي انا اي مذهب امام الشافعي لم بابت السخط بيرتلين مذهبا فنوتي مطلقا قاتل ارسنا وان شون بعض من الرأي شر ذري از كابرا ممكن بيجي اشتساس كابو امو بهر حال مثلا كان لبي موضعي خلافة او يشك قاتل اجل برچي ناكو ايني ناكا هاي سمى مذهب امام الشافعي سواء قتله عمدا او خطأا بحق او بغير حق اها حتى بحق ايش كشت بيتي لمذهب امام الشافعي قصاصي شي كرد بي حد يجي لدابي دفاعي لخوي كرد بي بعض الارسي في ناقي او حكم بقتله مصلحته كبرى قاضي 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 اللي راح حكمك بقتل فرسك بابي اجي بابي من اللي لا مستحق قتل برون بيكوجن اللي لا بازم ارسنا او نفره شنو سبب قتله بو او شهد عليه بما يجب القتل يا حتى شهادتك الى سربا كموجب قتل او شهادته امش بازم ارسنا ولا مقتول او زكى من شهد عليه سبحان الله يا كسي تزكي ابكاك او كسي شهادتك ادال سر او مورثي ام كسبب قتلك ابراز يا موجب قتلك ابراز نفرات ويجي من دون نفرات يجن يا نفرات من شهادتي ادم فلانك فلانك يكشتور ام كابراك وارثي او سوايس متهمه بقتل بيجي من ان نفر شهاده تزكيه كم انسانك في قسو عادله اعني شتون بوني اويت ارواك تيكيك يا ليتك احساس اكريك بلي قريك يا مورثكي بوكجي تورسي لي بري امي جبازم لمذهب افرمونشي ارسي لي ناوات لان القتل قطع الموالات والموالات هي سبب الارث شون قتل قطع موالاته وموالاتي سبب الارث بتوك كابرات كشت ارسي شي ومش قاعديك قاعديك فقهيه علماء افرمون من استعجل يا من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه هركسي استعجل الشيء قبل اوانه اشتيغركي بزوتر لكاتي خوي بدسي بيري عوقب بحرمانه محروم اكري معاقبك وسچي بمحروم بون لوشته نفر قرار اگر باوك عمري خواب كان لحال مالك بقي بمنالك اسم منالك زوتر اما لك بتدسي استعجل الشيء قبل اوانه بل لكاتي خوي غيرك بزويب كيتدسي عوقب بحرمانه وحيل بينهم وبين ما يشتهون أما قاعدة كسي قريك بيت السروك وقوري جامعة استعجالي تياكا بتخريبي ديقران بورد كردني شخصيتي ديقران عوقب بحرمانه هرقيز نابيت قوري الحسود لا يسود سودوج لنين سادة سيادة على قولي الرئيس حسود هرقيز نابيت الرئيس بو شون قريك بو بيت الرئيس وقوره قبل اوانه ببيئه وكم لياقته ببيئه دي قران تخريب كاتو خراب كاتو وشتانه فاز انسان اميل برشابه حار موضوع كده قريك يا كابرا بقاب حكومتي اسلامي استعجل شيء قبل اوانه ببيئه وجامعي اما ذكر دبي ببيئه ومسلماناني اما ذكر دبي ببيئه وصق مقبوليتي كيف بيلم جامعه ده زواب تشكو اصلحو لنا ومسلمانان ده زكاة بتقينه وجهادك الى اخر شيء يبيني اخره هم خوي نجيب نتيجة هم جامعي مسلمان يزر ليك من استعجل الشيء قبل أواني أواني نجيبه أواني نية أما بس أمش قاعدة كسك كسك بوجي يشتن بموضوعك تعجيلي تياك عجلي تبى خرج با أما محرومة بيت شرعنو شرعنو سننني حتى شرعن كهما شرعية كي ليرا سننن يعني شيء يعني كونن خواوا سنتي دانيا قام كسا محروم بيت سنتي كوني لا ولن تجد لسنة لا تبديلا الحسود لا يسود انا اوسك
هر کسی شخصیتی خوی لسر مخروبه شخصیت های دیگران بینابکا شخصیتی خوی بر لهمو کسی چی ارمت اخوار و شخصیتی با بینه کیش قر مقاله دولو بریابی آخری و هر چیه ارمت اخوار. خب روا ابو داود فی الدیاتی باب دیات الاعضاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء أي من الميراث قاتل هيك لميراث فينا جيت وقال أيضا ولا يرث القاتل قاتل إرث ناوت سندا ضعيفة بلام إجماع إلى سردام زرياقة وحديثه كيشك مورد اتفاقي زانيان بيت اتر خدي إجماعك حجتي شرعية خذي إجماعك أم حديثي سندي ضعيف يعني مثلا مورد قبول شريعته عملي في أكتبه لكن المقتول يرث من قاتله بلا مقتول لكن المقتول ثاني رجل بكم بلا مقتول لقاتلك إرسوات مقتول أما شونه تكابرك مقتول وزوتر أكجري إرسي كيبوا حالتك يا واسا كابرائك مثلا چی فیشه که اینیا به نفره که بی کجوری لکسوکاری نزی که خواهیم بکن بابای پناه برخواه ایسا بابای کهوی تا بیمارستان تا امری دو روژی پیه چی لم اسنائی دو روژه دا قاتلان لشوینه که ماشین دیگه دا امری رای کردو لشوینه پر ری خوار کهو تنلیشته که مرد لرا مقتول ارسوال قاتل کما اذا جرح الولد اباه جرحا یا جرحا افضا به الى الموت وکو مثلا من الله بابي خوي نوع مجروح كاك أو جرحاء منجر ببي بمرقي بابي ثم مات الولد الجارح قبل أبيه المجروح فلان كراكا كوا بابي مجروح كردوا برل بابي كمجروح كراو بمري وكو كعزم كرد فإن الأب يرث من الولد القاتل آل راب باوكك لكرا قاتلك إرسوات لأنه لا مانع يمنعه من الميراث چون هج مانع يقني منعك أو أمي كشتوا هج مطلبي سوم يا مانعي سوم اختلاف الدين اختلاف الدين بالإسلام والكفر بين وارث ومورث اختلاف الدين بيك كيان مسلمان بيك كيان كافر بيت هر ملته كي باب بي يهودي بي نصراني بي كومونيست بي مرتد بي فلا يرث كافر مسلما ولا يرث مسلم كافرا لانقطاع الموالاة بينهما هيج كافرك لهيج مسلماني إرسناوات وهيج مسلمانك لهيج كافري إرسي بيناقيت لبرشي موالات لبيني أنا قطع موالاتي بين مسلمان وكافر نيل أو كوا كافر لمسلمان إرسناوات أو إجماعي همو زاناني لسره أو كافر لمسلمان إرسناوات أو إجماعي همو مسلماني لسره بلام أو كمسلمان لكافر إرسناوات جماهيري لسره لمسألي مرتدة اختلاف دروس بوا يعني شي فردك خوابنا من بابي مرتد بوصو آية أمنا لاني لم باوك مرتد إرسوان أو حالة فقط أو حالة فقط نقوي بابي عن هر يهودي بوبي أو نا بابي مرتد بوصو أما شي أما وردي اختلافه جمهور كمذهبي إميشي لسربيت لسر من كيرسي لناوا أقليتي زانان جن مرتد كسوكاري يرسي لناوا عيسى إشارة فيك إن شاء الله خب لكتب الفقه الإسلامي وأدلته جلدي دلا بريح فنزار وحفصد ويازداء فرمي لا يرث كافر مسلما إجماعا هيج كافرك لا هيج مسلمانك بإجماع إرسي بيناقيت ولا يرث مسلم كافرا عند الجمهوري هيج مسلمانك هيج كافر إرسي بيناقي للاي جمهور ولا يرث كافر كافرا إذا اختلف دينهما خلافا لأبي حنيفة والشافعية كافرك لكافرك تر أقد دينيان مختلف بو إرسي بيناقي أبا تامة مورد اختلافه مذهبي شافعي وحنفي وانا إجن إرسي بيناقي بحسيك أي مسألة نفرك فرس ككافر يهودي باوكي بارك مسلمان بوه باوكي أم كافرة بارك مسلمان بوه أمرو أم باوك أمري ديار أخوي سأرز ناقية بكرك ولي كرك دواي مرقي أو مسلمان بي إرسي بيقي بازم إرسي بي ناقية شون زمانك بابي مردو أو كافر بي أمامي
مثلا هر اوك مسلمان لكافر ارسوا امامي احمد افرمي مسلمان لعتيقي كافري خوي ارسي فيه بسورتي چي ولا مسلمانك برديكي كافري ازاد كرده بي اجل لأو ارسي فيه الولاء لمن اعتق او بعض من كتير الفقه الاسلامي ودلة وجل بيقال اطرح افتزار وحفصد ونزداد مرتد بإجماع زنايان لكز إرس ناوت بإجماع زنايان مرتد لكز إرس في ناقيت بلام آية إرس لأبريت جمهور أفرمن إرس شي لنابريت فقد حنفية إجنشي إرس لأبريت مرتد كلا لا حنفية على سر محسد دور رأي لسر إمامي أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني أفرمن مطلقا إرسي لأبريد يعني شاء ما عليك برل ارتدادي كسبي كده شاء ما علي لارتدادا كسبي كده بلان إمامي أبو حنيفة فرميتي يورث فقط ماله الذي كسبه حال الإسلام أو ما عليك لحالة إسلام كسبي كده لأو إرسي لأبريد حالي أبو يوسف ومحمد بن حسن فرميا برحمة بن مطلقا إرسي لأبريد بلان إمامي أبو حنيفة فرميتي شي او مال لکاتی مسلمان بودن یا بدسی ها و دوستی داره. جمهوری جن بعضن مرتدی جرسی لی ناوریت. روى البخاري في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لم باب دع تخذ حديث كي بعنوان سر باب تدانيا جمان البخاري ومسلم في اول كتاب الفرائض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. مسلمان لكافر إرس ناواتو كافريج لمسلمان إرس ناوات هذا يعني بعد أن علمت هذا يأخذ هذا وإلى آخر والمرتد عن الإسلام كافر شخصي مرتد لإسلام كافر كسيك مرتد بين الإسلام كافر لا يرث من أحد شيئا لكز إرس ناوات ولا يرثه أحد لمذهبه مو جمهورا هيش كسيج إرسي لناوات بل ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين مالك ايتا تشي في او مال سكل دسي كفار اسنريت وكيت دسي مسلمانان ببي جنگ وقتال مصارف تايبتي خويش يزا وسكل السوري مباركي حشرا ذكر كرياغي وما افاء الله على رسوله من اهل القرى الى اخر ايتك ك بوخوا وبيغمبر وبوزا قرباء ومساكين وفقراء مهاجرين وانصار وانس سواء اكتسب ذلك المال في الإسلام أم في الردة يكسان أما ليلة إسلام بدا ساورد بيها للردة وشي أنتي كي هاوردو إشارة بخلاف مذهب أحنافك خلاف مذهب أحناف كل مذهب أحناف وثمان رأي خد إمام أبو حنيفة أبو أو ما ليلة كاتي إسلام بدا ساوردو إرسي لأبيت أما الكفار أما كافر كان مثلا كابرا هي كومونيست يهودية نصرانية بودائية بتبرست هاتشي أما الكفار فيتوارثون على اختلاف مللهم أما كافر كان يتوارثون ليكتر إرسوان على اختلاف مللهم كابرا يهودي بكركي نصراني بكركي مجوسي بكركي كومونيست بكركي ملحد بي ليكتر إرسيان بي أجيت لبيني خيانا فيرث نصراني من يهودي ويهودي من مجوسي ومجوسي من وثني وكذلك العكس في جميعهم نصراني ليهودي يهودي لمجوسي مجوسي لبت برست وبالعكس ليكتر إرسوان لحمويانا لأن الكفر كله ملة واحدة في الإرسي حديثك ما نزل الكفر ملة واحدة شنك كفر هموي ملتك واحدة لإرسا كافر انتوا أميشا للاي جمهوري زانيان واسا أمه أم رأيه للاي جمهوري زانيان واسا مسابي إما حنابلة حنفية أما مالك كان فرمون لا يرث الكافر الكافر إذا اختلف دينهما من اليهودية والنصرانية كافر لكافر أجي يهودي ونصراني بن أما الدين أما تشيه أما إرس ليكتل ناوان يهودي ونصراني بن يعني يهودية لنصراني دي إرس ناوى نصراني ليهودي إرس ناوى لأنهما دينان مختلفان ولا يرثان من مشرك لمشرك إرسناون شون دينيان فرق كاتكيوانا بس يجي يهودي ونصراني ليكتر إرسناون ويهودي لمشرك بتبرس إرسناوا نصراني لمشرك بتبرس إرسناوا مشرك لوان إرسناون
ولا يرثهما مشرك. وأما غير اليهودية والنصرانية من سائر الملل والنحل فإنها تعتبر شيئا واحدا ويتوارث بعضهم يتوارث بعضهم من بعض. أمل كتير الفقه الإسلامي ودلته جلد دلا طرح فزار وحفسد ونوزل هذا فرمي لمذهب مالكية يهودي لنصراني إرسناوات نصراني ليهودي ويهودي نصراني لمشتك إرسناوات مشتكي بتبرست بتبرست إجلوان إرسناوات ظلام غيري أمانة إذا هر دينك تربي مجوسي بهر شيء هس ملحد به لا يكتر إرسناوات شو نوان إيشين يكمل له تلتر. دليل قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. دعاي حق تشتك هز إلا ضلالتنا به يعني شي يعني دعاي إسلام همي ضلالته ضلالتي همي يك جنسه بس هر شي كافر لا يك جنس حسي وكري لا يكتر إرز برم يعني أما دليلي حجتي أم رأي جمهور سا يا أو آيتي سورة أنفالج أتواني بكيت الدليل والذين كفروا أتواني أو آيتي سورة أنفالج يا أو آيتي سورة أنفالج أتواني بكيت الدليل كي أنفال حفتوسي والذين كفروا بعضهم أولياء بعض كافر كان أولياء يكترد إجنا ميش الدليل الرأي جمهور. لكن الفقهاء استثنوا من التوارث بين الكفار التوارث بين الذمي والحربي. أما استثناء كراوته مسلمانان علماء إرس بردن ليك بين كفاريان يك حال استثناء بدانيا يعني باتفاقهم ويان كام أوك كافرك حربي بيت كسكاري ذمي بن أما اللي يكتر إرس ناوان شونتي مالي حربي حلال أبو مسلمانا وأما اللي كابرايش كبروا أبو مالي حربي استفادي اللي كابر عليه مسلمانا جنجي بيكا بس أوه إرس اللي يكتر ناوان بس أما يان استثناء كردوته فقالوا لا توارث بينهما توارث اللي بين يانانيا اللي يكتر إرس ناوان وإن كان من ملة واحدة كيهوديين مثلا لانقطاع الموالاة بينهما أجر شيء ليج ملة واحد يجمن وكهر دو يهودي بن في الموالاة لبيني أنا منقطع بوا أم أهلي ذمي مسلمانان هاتك يانا أحد بيماني يستكى أو دجمنه وشر ينتكاك قال الرحبي رحمه الله تعالى في رحبيته ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقيني مانعي شخص بلا ميراث بردن يكي لمسي علة السيقانانا يعني يكي لمسي علة السيقانانا مانعي إرز بردني كسيك لكسي كتل رق بردايتي قتل كتوزيحان ده اختلاف دين بزان أمانة شون الشك يقين وكو يك نيا بقى بيقين وعلمت ببك. أما موانعي إرسيج الوارثون من الرجال الوارثون من الرجال كين على وارثانك اللجنة كابيا وكان منك الوارثون من الذكور بالأسباب الثلاثة السابقة النسب والنكاح والولاء عشرة وارثان لبياوان لشرع إسلاما كسانك لبيا وكان جزء وارثين بس سبب وتر إرس يك كان نسب ويك كان نكاح ويك كان ولاء بو أمتشين دكس بسورة مجمل بسورة مبسوط أويتو بانزكس علي بوي مجملا دكسن وقت بستي ادي ايتو 15 نفر عباره الابن ابن يعني شي كر الثاني ابن الابن وان سفل كر كر اجر شي برواته حركي بروا الثالث الاب باوك الرابع الجد ابو الاب وان على بابي بابه هرشن مثلا بابي 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 جبت على يعني هرشن بروا سرترو الخامس الاخو إذا خدي أخ كل رأيك داني داني أجا ويت السكس أخي الشق يعني شقيق أخ لأب أخ لأم أما خوي سكسه ويجن بستي أدي ويت بانزا الأخ سواء كان شقيقا للميت يعني دايكو باو كيبت أو كان أخا له من أبيه فقط يا فقد براي باو كيبت أو من أمه فقط يا فقد براي دايكيبت. فإن القرآن العظيم قد نزل بتوريث الإخوة مطلقا قرآن الشريف مطلقا فرميتي إخوة إرسوان وإن اختلف نصيب بعضهم عن بعض باختلاف جهاتهم هرچند ديك دواترو بسبب اختلاف جهاتي النصيب يعني فرقك مثلا براي دايكي كم ترى على براي دايكو باوكي آوة. السادس ابن الأخ الشقيق أم أخويك وابن الأخ من الأبي أم إيش أخوي دو فزمان أخوي دواني. أما ابن الأخ من الأم فهو من ذوي الأرحام فلا يرث بالفرض
ابني كري براي دايكي جزي ذوي الأرحام بفرض حتى تعصيب إرسي بين عقيد. السابع العم الشقيق والعم من الأبي أميش دوانا ماموي دايكو باوكي يا مامويشي باوكي. أما العم من جهة الأم فهو أيضا من ذوي الأرحام ماموي دايكي يعني بابيتو تكي بياوي كترا بران بلان دايكي المشتركة أما ماموي دايكي أميش دوانا ذوي الأرحام. الثامن ابن العم الشقيق كري مامويك ماموكا چي بي دايكي وباوكي بي تكي بابتوا براي دايكي وباوكي بي تكي بابتا. وابن العم من الأبي ماموزاي كماموكا چي بي ماموي باوكي بيت. أما ابن العم ابني عمها كنشكي عم ارسي بناغي كنشكي برا ارسي بناغي كري برا وكري مامو. أما ابن العميم إنسان لرا طيبة كبحث فيها وكان كان أو شارك الدوات الشورتي. أما ابن العمي من جهة الأم فلا يرث بالفرض بل هو من ذوي الأرحام. أما ابن العم ما مذاكر إمامي كمامو كمامي دايكي بيت يعني تكيبابتها دايكي يعني مشتركي أما بفرز تعصيب إرزي بيناقيت جزء ذوي الأرحام. التاسع الزوج نومين فيها إرسي فيها مذكرة كان زوجة شو. العاشر المعتق معتق يعني مذكرك برديك آزاد كردو وعصبته المتعصبون بأنفسهم وعصبي عصبي أو معتقك ودر سورة نبودي معتق عصب بالنفس أو يجئر سواك دعاية قينا عصب بالنفس كين تفصيلك بعدا أدين. ومعلوم أنك لو أردت عد هؤلاء على طريقة البسط لوجدتهم 15. معلومة قلتوا قركت بأمانة بجميري بسورة مبسوط أبني 15 نفر لأن النوع الخامس يشتمل على 3 أصناف. شن نوعي بنجم خوي بخوي شنك خوي بخوي سي صنفة نوعي بنجم كان بو أخ. والنوع السادس يشتمل على صنفين نوعي ششميش خوي بخوي شنك بو دو صنف. والنوع السابع يشتمل على صنفين نوعي حفتميج كالعنب مامو ويج دو نوع. والنوع الثامن يشتمل على صنفين أيضا ابن العميج دو نوع ابن العم الشقيق وابن العمي من الأبي. قال الإمام الرحبي في الرحبية أقل كسبت وأن الرحبية لبرك زور أسانة بيتوبي أسانة الشعر كان يفرأ أسانة. والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة أوانيك لبيا وكان وارث جزي ورسن دنفر النا وكان معروف مشهورة. الابن أميك وابن الابن مهما نزل حتشن لبرو أخوار ابن 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 جبيت أمدو. والأب أمسي والجد أمتشوار له وإن على جدي باوكي وإن على حتشن لبرو أسر أمتشوار. والأخ من أي الجهات كان برا لهر جهتك ببيت قد أنزل الله به القرآن لقرآن أم إرسي برايه أو تفصيل داقة خواهي قرر ذكري كردون. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب كري برايك براك بواسطة باوكا متصل ببن براكي إتلي را خلاصي كردوتو بواسطة باوك شاملي چيو چيه بي براي دايكي وباوكي وبراي باوكي هر دو يقريتو چون هر دويان بواسطي باوك حد يقل متصلا. فاسمع مقالا ليس بالمكذبي أم سخانة ببيسك تكذيب ناكريتو. والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه مامو وكري ماموي أهم من أبيه بعضهم نيودت العم الشقيق والعم لأبن بتيجي من الأبي وتي أمي من الأب. فاشكر لذي الإجازة والتنبيه شكري كسكوا خلاصيك وتوبتو أم أقاداري أدابتو شكري كسباسيك. والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء زوج شو ومعتقك صاحبي ولاء أما جملي ذكور كامن أتايرا كافر إن شاء الله. دامي بعد أن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.